بسم الله والابن الروح القدس الواحد امين. ان الكنيسه بتعلمنا يوم ورا يوم، الكنيسه بتعلمنا يوم ورا يوم، اقصد كل يوم حد كنزك فين، وما تنزعجش من التجارب، لان مسيحك انتصر، واذا سقطت ترجع تاني لان مسيحك منتظر رجوعك، وإذا تهت بعيد عنه ياخدك وترجع تاني ياخدك في حضنه زي الابن الضال، ويقدر يغيرك زي ما غير السامرية، ويقدر يشفي مرضك زي ما شفى المخلع، ويقدر النهارده يديك النور، يديك النور، يقدر النهارده يفتح عينيك، يقدر النهارده يفتح عينيك. النهارده حد التناصير وحد المولود أعمى، والكنيسة منذ القرون الأولى ده موسم المعمودية، صح كده؟ الناس كانت تعمد في مصر، بس يمكن بطلت الحاجة دي دلوقتي، الناس بتعمد في أي وقت، بس ثلاث مواسم كان المسيحيين يعمدوا فيهم ولادهم أو الموعظين الكبار. طبعًا يوم الغطاس، يوم عيد الغطاس كان يوم معمودية، يوم استنارة للطفل الصغير أو الموعوظ الكبير، ويوم شم النسيم باعتبار إن هو تاني يوم القيامة، فإحنا المعمودية مدفونين معه وقايمين معاه، والنهارده أحد التناصير كان الناس تعمد. ده يوم كبير جدا. معجزة المولود أعمى محدش زي ما قال لهم النهارده المولود أعمى لم يسمع منذ الظهر. المعجزة دي محجوزة للمسيح، المسيح بس اللي عملها. إليشع أقام ميت، إيليا أقام ميت، بطرس أقام طبيصة من الموت. إنما محدش فتح عيون واحد أعمى خالص. المعجزة دي محجوزة للمسيح، للمخلص، محجوزة للمخلص بس. محدش لم يسمع منذ الظهر إن واحد فتح عيني مولود أعمى. ليه؟ لأن أشعية يصرخ ويقول، والقديس لوقا قال كده برضه في صحة 4، روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر، وقال شوية حاجات كتيرة، ولأفتح عيون العمياء. دي محجوزة للمسيح بس، دي بتاعت المخلص بس. إنما لو سألنا نفسنا إيه الفرق بين امبارح المسيح فتح عيني بارتماوس الأعمى، والنهاردة بيفتح أو بيشفي المولود أعمى، إيه الفرق اللي بينهم؟ دي معجزة خلق. المسيح تفعل على الأرض وراح خد طين ورسم. الراجل ده ما كانش عنده مقلة، كانش عنده رموش ولا حواجب ولا أي حاجة خالص، دي معجزة خلق. ومين اللي عمل كده منذ القديم، منذ البدء؟ هو الله. المعجزة دي توريك مين هو إلهك، مين هو المسيح، بتوريك مين هو الإنسان العاش في الخطية. المسيح هو الخالق، والإنسان اللي بعيد عن ربنا أعمى، الإنسان اللي بعيد عن ربنا أعمى. القديس يوحنا ذهبي الفم يقول قول رائع كده، حطه برواز في حياتك: من فقد الرؤية فقد الطريق. من فقد الرؤية فقد الطريق. ممكن أكون أنا مفتح بس أنا فقد الرؤية بتاعتي، فقد البصيرة، مش شايف، أنا مش شايف، مش شايف طريق خلاصي، مش عارف أنا ماشي صح ولا غلط. من فقد الرؤية فقد الطريق. المولود أعمى النهاردة عنده ثلاث فضائل حلوين خالص حبيت أتأمل فيهم معاك. الإنجيل مليان بالتأملات وموقف اليهود وهو وأبوه وأمه وردوده وردود اليهود عليه، كل الحاجات دي. إنما تعال أخذ معاك ثلاث كلمات المولود أعمى، أنا نفسي تعلمت منهم الحاجة دي. المولود أعمى اتعلم الطاعة. تخيلوا المسيح يشوفه ويقول له أنا فتح لك عينيك، طب خلاص هتلمسني؟ قال له لا، أنا حط طين عليك وأنت ماشي روح اغتسل في بركة سلوان. الهيكل زي ما يحكي لنا سليمان اللي بنى الهيكل، بناه على جبل عالي، بركة سلوان تحت، بركة سلوان تحت، تحت خالص. كان هيمشي حوالي مثلا 2 كيلو 3 كيلو أيا كان المسافة يعني. تخيلوا واحد ماشي وعلى عينيه إيه؟ طين. واحد ماشي وعلى عينيه طين، أنت لو شفته تقول له إيه؟ احنا لو شفناه نقول له ايه؟ نقول له ايه؟ مش طبيعي. ايه كمان؟ نقول له ايه؟
روح اغسل عينك. هو ما عندوش عينين. ها؟ انت زدتها طين، يعني كفايه شكلك كده، حطيت على عينيك طين، على وشك طين كمان. يعني انت ناقص، يعني انت ناقص تحط على عينيك طين كمان؟ مش كفايه شكلك انا اسف الكلمه اللي مش مظبوط؟ انما هو سمع كلام المسيح. الراجل ده عنده صفه الطاعه، اذهب اغتسل في بركه سلوان. طب انت يا مولود اعمى ما فكرتش كده؟ راي الناس تقول عليك ايه؟ لا ما فكرتش. هو قال لي كده، هو قال لي كده، روح اغسل عينيك. طيب لما تحط الميه على الطين تحصل ايه؟ هيقع الطين. طب وشكلك يرجع زي ما هو؟ لا، هو قال لي روح اغسل عينيك، واذا غسلت عينيك هتعود. قال الكتاب ايه؟ مبصرا؟ لا، قال الكتاب ايه؟ بصيرا. بصيرا الراجل ده المسيح لما رسم له عينيه عاد بصيرا، شايف. ربنا اداله البصيره الروحيه. مش المشكله مشكله العينين دي بس، لا، المشكله ان قلبك ينور، المشكله ان فكرك ينور. المسيح لما يفتح عينيك هيخلي قلبك ينور وفكرك ينور، يخليك تعرف تحسبها صح، يخليك تعرف ترجع لربنا صح، يخليك تختار قرارك صح، يخليك ترفع عينك للسماء صح وتقول له ده ابويا، ده ابويا. النهارده الراجل ده يعلمنا الطاعة. شاول الملك في العهد القديم صميل قال له روح اعمل حاجة معينة، ما سمعش الكلام خالص ولا أطاع صوت صميل ولا صوت ربنا، مع أن صميل قال له ربنا بيقول لك يا شاول روح اعمل كذا وكذا وكذا، رتبهم له واحد اثنين ثلاثة. شاول ما سمعش الكلام، راح جاله صميل قال له الاستماع أو الطاعة أفضل من تقديم الذبيحة. إذا استمعت وقطعت صوت ربنا أحسن ما أنت عمال تقدم لي ذبايح وأنت بتقول ربي هو إلهي، ربي هو إلهي. شاول ما كانش بيطيع، شاول الملك. على عكس بطرس في العهد الجديد، إنجيل لوقا يحكي لنا إن هو المسيح دخل يوعظ في السفينة بتاعت بطرس، وبعدين قال له فين السمك؟ قال له ما عندناش سمك، قد تعبنا الليلة كله ولم نصطاد شيئا. قال له طب خلاص ممكن تدخل للعمق وترمي الشبكه؟ قال له على كلمتك يا رب انا هطيعك، انا هطيعك. بطرس كان بيطيع، بيطيع ربنا كتير. بطرس كان بيطيع ربنا كتير. المولود اعمى النهارده درس ليا وليك، اتعلم الطاعه. الانجيل كل يوم يقول لنا وصايا، كتير بنكسر الوصايا دي مش بنطيعها. اب اعترافي يقول لي كل يوم وصايا، ما بعملهاش. زوجي او زوجتي كل يوم تقول لي وصايا ازاي نعيش صح وازاي نحب بعض وازاي نعرف نربي اولادنا، محدش بيسمع، محدش بيطيع. بنقول لاولادنا كل يوم وصايا، كتير ما بيطيعوناش، صح؟ الو، صح؟ قليل اللي بيطيع، قليل اللي بيقول حاضر، صح؟ قليل، قليل اللي بيقول حاضر يا رب هو اللي بيكسب. أنا سألت نفس السؤال، يعني قلت لو أنا من مولود أعمى ده والمسيح شافني وحط عليا طين والكلام ده، هل يا ترى كنت أطيعه؟ مش عارف. أنا قلت لنفسي أنا مش عارف أطيعه ولا لأ. الراجل ده أطاع في الصعب، شكله وما فيهوش عينين، والمسيح يحط له طين ويقول له روح اغتسل في بركة سلوان. روح امشي وخلي الناس تتري عليك شوية وهتقابل اليهود وهيقولوا لك. ترد ازاي على افكارك؟ قال له يا رب انا هطيع، انا هسمع كلامك. الطاعه، الطاعه افضل من تقديم الذبيحه. الطاعه. قديس يوحنا القصير اطاع ابوه وراح زرع ايه؟ زرع ايه؟ خشبه، طلعت ايه؟ شجره، سموها شجره الطاعه، شجره الطاعه. يا بختك ويا بختك لو في حياتك شجره اسمها شجره الطاعه. تطيع انجيلك، تطيع اب اعترافك، أقول تطيع زوجتك أو تطيع زوجك، تسمعوا الكلام مع بعض. الطاعة صفة حلوة جميلة لو أنت طلعت بيها من إنجيل النهاردة، صفة الطاعة. المولود أعمى كان مطيع لربنا جدا، كان مطيع لربنا جدا. الكلمة الثانية شهد للمسيح، احفظ معايا الكلمة الأولى إيه؟ طاعة. الكلمة الثانية شهد للمسيح، المفروض هو خد من المسيح اللي هو عايزه، خلاص. المخلع عمل كده على فكرة،
مخلع، خد من المسيح اللي هو عايزه وشفاه، أتريد أن تبرأ؟ قال له أيوه، قوم احمل سريرك وامشي. خلصت القصة على كده وانتهينا. وراح عند اليهود قال لهم على فكرة اللي شفاني المسيح، وراح سابهم وماشي. خد من المسيح اللي هو عايزه. كتير أنا وأنت بنعمل كده، بناخد من ربنا اللي احنا عايزينه وإيه؟ وما ولما قضي الأمر لصام. لا، الراجل ده عمل كده بقى، راح شهد للمسيح. تعال هنا، مين اللي فتح لك عينين؟ إنسان يقال له المسيح، إنسان. بعد شوية روح حتى أبوك وأمك، وراح سأل والديه، وارجع تعالى نسألك تاني، كيف فتح عينيك؟ كلمة كيف لو تروح النهاردة تعدها ذكرت حوالي 6 مرات في النص الصغير ده. كيف 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 فتح عينيك؟ كيف فتح عينيك؟ كيف؟ ازاي فتح عينيك؟ قال لهم نبي، في نبي اسم يسوع، وفي النهاية قال لهم هو المسيح إلهي ومخلص، وسجد له. تعرف تشهد للمسيح؟ تعرف بيتك يكون شاهد للمسيح؟ تعرف تكون خدمتك شاهدة للمسيح؟ يكون ولادنا بيشهدوا للمسيح؟ تكون حياتنا تشهد للمسيح؟ هو الراجل ده وقف قدام اليهود لدرجة ان هم طردوه بره المجمع، اتفضل اطلع بره، اتفضل اطلع بره، مش عايزينك معانا، انت بتشهد للمسيح؟ طب اتفضل اطلع بره، ما عنديش مشكلة ان انا اشهد لك حتى لو طردوني من المجمع. أول ما طردوه يقول كده الكلام كده المسيحي، فوجده يسوع، شافه وجده. تعرف تشهد للمسيح؟ كان كل مشكلة نيتشه ده الفيلسوف الألماني اللي عمل ألمانيا والنازية والحاجات دي كلها، كان كل مشكلته راح قال للمسيحيين اعلموا عرفوني أنكم مخلصون فأؤمن بمخلصكم. مش عارفين تشهدوا للمسيح، خلينا اشوف الشهاده بتاعتكم وانا اؤمن بالمخلص بتاعكم. الناس كانت عايشه غلط، كانتش حياتها بتشهد للمسيح. تعرف تشهد للمسيح؟ اسال نفسك، المسيح بالنسبه لك انسان؟ انسان يقول له يسوع؟ ولا المسيح بالنسبه لك نبي زي حد تاني بيفكر في المسيح كده من اخواتنا؟ ولا المسيح بالنسبه لك ايه؟ الله، هو الله ظاهر في الجسد. مين؟ ما هو حجم إلهك؟ إلهك مين؟ نبي بيعمل معجزات بقوة الله، ولا إنسان عادي، ولا أنت بتشهد عنه إن هو ابن الله فعلا، أو هو الله الظاهر في الجسد؟ الراجل ده شهد للمسيح حقيقي، أطاع المسيح. رقم 2، شهد للمسيح. الراجل ده كان أهم صفة عنده كان صادق مع نفسه، محبش يلون الحقيقة اللي كان عايش فيها. كنت تبعيه داري على نفسك يا عم، يعني خلاص أنا دلوقتي انفتح. لا، كنت أعمى والآن أبصر. كنت أعمى، أنا حقيقي كنت ماشي غلط. قليل اللي يعمل كده برضو الأيام، زي ما قليل اللي يقول حاضر، وقليل اللي يشهد للمسيح، قليل اللي يقول أنا كنت غلطان، أنا كنت غلطان، المشكلة أنا كنت أعمى، أنا مش عارف يميني من شمالي، مش عارف، أنا كنت أعمى. الإنسان ده كان صادق مع نفسه. كل مشكلة السيد المسيح مع الكتب والفريسيين إن هم كانوا بيقولوا عن نفسهم إن إحنا إيه؟ إن إحنا إيه؟ مفتحين. قال لهم المسيح في آخر آية، أنتوا لو قلتوا إن إحنا يعني عميان كان ما كانش هيكون لكم خطية. تيجي الواحد يحس دايما انا صح، انا رايي صح يا فلان، الانجيل بيقول لك. لا، الانجيل دي حاجه تاني. طب ابقى اعترافك بيقول لك، ولا المجتمع بيقول لك؟ لا، انا صح. المولود اعمى النهارده صفه حلوه خالص، انسان كان صادق مع نفسه. انا كنت اعمى، انا كنت غلطان فعلا، انا غلطان، هعمل ايه؟ بس الان ابصر. حالي دلوقتي ان انا متغير، المسيح فتح لي عينيا، المسيح نور لي عينيا فعلا. انا كنت اعمى زمان، كنت ماشي في طريق الشر زمان، كنت خاطي زمان،
بس دلوقتي الآن أبصر، الآن أبصر، أنا مفتح عينيا النهارده، أنا شايف نور ربنا، أنا شايف في قطعة كده في صلاة باكر نقول له أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم. محتاجين ناخد ثلاث كلمات دول، محتاجين نطيع المسيح، محتاجين نشهد للمسيح، محتاجين نكون صادقين مع نفسنا. أنا رب غلطان، مش هعمل كده تاني. أنا فعلا كنت غلطان، أنا كنت ماشي غلط. أنا هكون صادق مع نفسي، أنا هكون صادق مع نفسي. العينين الجديدة، العينين الجديدة، عينين المسيح. تخيلوا أنا وأنتوا قاعدين والمسيح دخل وجبنا له المرأة الخاطية. إحنا عينينا تنظر لها، ست خاطية ووحشة وتستاهل الرد. عينين المسيح يحن عليها ويقول لها هي محتاجة للغفران. تعالوا معايا نحكم على زكة، زكة عشار وحرامي وكان يظلم الناس. زكة محتاج للخلاص، هو ابن لابراهيم، دي عينين المسيح. عينين المسيح تنظر للسامرية محتاجة للخلاص. ست عايشة مش شبعانة بمية العالم. ننظر للص اليمين يستاهل اللي حصل، ما هو مجروح ويستاهل، كان حرامي، نعمل له ايه؟ دي عينيا وعينيك، العينين القديمة. العينين القديمة. تبص وتحكم على الناس، عينين المسيح ما بتشوفش كده. عينين المسيح تبص للص اليمين، كان إنسان كان بيحاول يكسب رزقه بس مشي في طريق غلط، وأنا هسامحه عشان أدخله معايا الملكوت. دي عينين المسيح. تحب يكون عندك عينين جديدة ولا عينين قديمة؟ عينين قديمة تبص للناس وتحكم عليها بس تخلص. بص للناس، ده إنسان خاطي، دي تستاهل اللي حصل لها، ده مجرم، ده إنسان وحش وسيء السمعة. دي العينين القديمة. العينين الجديدة عينين المسيح بتشوف صورة الله، بتشوف صورة ربنا، بتبص للمرأة الخاطية محتاجة خلاص، محتاجة غفران، بيبص لزكة إنه محتاج خلاص وابن الإبراهيم وإن البيت ده هيخلص، بيبص للص اليمين إنك الراجل بيكسب رزقه ومشي في طريق غلط والناس ضحكت عليه وهيدخله الملكوت. دي العينين الجديدة اللي عايزينها النهاردة. اديني يا رب قلبك النهاردة، اديني عينك أبص بيها، اديني قلبك مشاعرك، اديني ايديك اخدم الناس بدل ما تشاور كده، لا ايديا دي تروح تخدم الناس. اديني رجليك امشي بيها واعرف اخدمك. اديني فكرك اعرف افكر في الناس وفي حياتي وفي كل بيتي. افتكر النهارده المولود اعمى، يوم البصيره الروحيه. اوعى تكون مفتح وانت اعمى. من فقد الرؤيه فقد طريق. اوعى تكون فاقد الرؤيه بتاعتك، اوعى تكون فاقد البصيرة الروحية بتاعتك، اوعى تكون مفتح بس انت اعمى. لا، قول له يا رب النهارده فتح عيني علشان اشوف مجدك، فتح عيني علشان اشوف جمال ولادي، حلاوة ولادي، حلاوة كنيستي، فتح عيني علشان اشوف جمال زوجتي ما ابصش لحد تاني، فتح عيني علشان ابص للسما صح ما ابصش للعالم. فتح عيني يا رب، اوعى تخليني مولود أعمى تاني، لا، كنت أعمى والآن أبصر. ينفع يكون شعار ليك وأنت ماشي مع المسيح في طريقك. كنت أعمى، كل مرة تغلط أقول كنت أعمى والآن أبصر. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الآن.